بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. امتحان متوقع وشامل للصف الأول الإعدادي الترم الأول سنة 2021. هنشرح كل الأسئلة ونكرر لكم كل سؤال مرة واتنين بحيث نشمل كل نقاط المنهج، وهنسيب لكم رابط تحت الفيديو في كل حاجة عن أولى إعدادي، باراجرافات، امتحانات، إجابات، مراجعات، أي حاجة أنتوا عايزينها هتلاقوها إن شاء الله تعالى. هنبدأ أولا في الأول إزاي بيجي الامتحان. طبعا عشان نعرف، السؤال الأول هيبقى 4 نقاط استماع ب4 درجات، يعني هيبقى فيه نظام فقرة الأستاذ هيقراها قدامك وانت عندك الأسئلة في الورقة بتاعتك. الفقرة دي هيبقى فيها إجابة الأسئلة اللي انت مطلوب تجاوبها زي ما هنشوف ونشرح بعد شوية. السؤال التاني هيبقى فيه محادثة 5 نقاط، كل نقطة بدرجة بتكمل بكلمة زي ما برضو هنشوف واحنا بنشرح السؤال التاني. السؤال التالت بتبقى قطعة 6 درجات، بيبقى 3 أسئلة اختياري و3 أسئلة تجاوبهم من القطعة نفسها، وممكن يشمل سؤال تفكير نقدي أو سؤال زي مثلا ما عنوان القطعة أو القطعة دي بتتكلم عن إيه. السؤال الرابع بيبقى 10 جمل اختار ب10 درجات، بيبقى فيهم 3 على الجرامر و7 على الكلمات. السؤال الخامس 4 جمل صحح الخطأ. والسؤال الأخير الباراجراف أو الإيميل، وبيبقى 80 كلمة ب6 درجات. تعالوا نشوف هنشتغل إزاي. ده أول سؤال اللي هو سؤال الفقرة اللي احنا بنقول عليه، بيجيب لي 4 أسئلة في الورقة بتاعتي، وفي فقرة بيقراها الأستاذ قدام الطلبة. المفروض الطلبة تركز كويس قوي وتستنتج إيه إجابة الأسئلة دي. تعالوا نشوف هنعمل إيه وهنحله إزاي. اول حاجة انا هركز على السؤال بيقول ايه، Where is your school؟ طبعا السؤال بيقول مدرستك فين، اين تكون مدرستك، والاجابات بيقول لي يا ترى بعيدة عن البيت ولا في البيت ولا قريبة من البيت ولا ليست قريبة من البيت. طبعا انا هركز على اللي هيقوله الاستاذ، فممكن افاجئ ان الاستاذ بيقول لي near the house، near the house جنب المنزل. يبقى في الحالة دي هعمل دايرة على الاجابة اللي انا ودني سمعتها، وانا هكون قاري السؤال قبل ما الاستاذ يقرأ الفقرة، وركز بقى ايه الاجابات المطلوبة. How do you go to school؟ ازاي بتروح المدرسة؟ طبعا on foot ولا by bus ولا by car ولا by train، هشوف الوسيلة اللي هسمعها هتكون ايه الاجابة. لكن طالما المدرسة قريبة من البيت يبقى اكيد طبعا لما يسألني كيف تذهب الى المدرسة تبقى الاجابة on foot على الاقدام. طيب why do you like your school؟ ليه انت بتحب المدرسة؟ اكيد علشان كبيرة مثلا، ولا عشان قريبة، ولا عشان بعيدة، ولا عشان نظيفة وجميلة. بالعقل كده اكيد clean and beautiful، يبقى اللي انا هسمعه هو اللي هعمل عليه دايرة، بس لازم اكون عارف السؤال الاول. What does your mother do؟ مامتك شغالة ايه، nurse ممرضة ولا دكتور ولا housewife ولا teacher؟ على حسب ما هسمع بقى هحط دايرة على الكلمة اللي هسمعها. تمام. طيب هو مش هيقرأ لك السؤال والإجابة عشان تبقى برضو مركز، هو كل اللي هيقوله فقرة على بعضيها، يعني زي ما يكون بيقرأ موضوع وانت بتستنتج منه الإجابات. السؤال التاني عبارة عن محادثة زي ما قلنا من 5 نقاط، المفروض انت بتجاوب بكلمة واحدة في كل مكان للنقط. فالمحادثة بين رنا وفريدة، فرنا بتقول لها ازيك يا فريدة، قالت لها هاي رنا. فرنا بتقول لها what are you doing نقط at the moment. طبعا كلمة the moment في هذه اللحظة بتاخد قبلها at، فهنقول لها at the moment بتعملي ايه في اللحظة دي. قالت I am looking at a كذا، انا ببص او بنظر الى كذا. اول ما اشوف علامة التعجب تحتي دي اعرف ان الكلمة اللي قبلها هتنزل زي ما هي في النقط اللي قبلها. ويب سايت، قالت لها انا ببحث في ويب سايت، موقع على الانترنت. فرنا استغربت بتقول لها ايه ويب سايت، وراحت سألها سؤال
كانت الإجابة بتاعت السؤال ده كلمة because، يعني لأن. لأن يبقى طبيعي إن أنا هسألها بإيه؟ بلماذا؟ لماذا اللي هي why؟ قالت لها لأني أنا want to نقط a cake، عاوز أعمل كيكة يعني، تمام؟ فممكن تقول لها bake a cake، أخبز كيكة، أو cook أطبخ، أو make أصنع، التلاتة ينفعوا، تمام؟ ردت وقالت لها a cake why؟ هتعملي كيكة ليه؟ قالت لها for our daughters كذا، عشان حاجة البارتي، الحفلة بتاعت بنتنا، حفلة كذا لبنتنا. فقالت لها حاجة حلوة خالص، أتمنى لها عيد ميلاد سعيد. يبقى الحفلة دي حفلة إيه؟ حفلة عيد ميلاد. يبقى هنكتب birthday، daughter's birthday party، تمام؟ السؤال التاني طبعا بتبقى محادثة، وقلنا فيها 5 نقاط ب5 درجات، فأنا بقرأ المحادثة الأول كلها وبحاول أستنتج النقاط الناقصة من خلال دراستي لموضوعات المنهج. فبيقول لي نادية وعمر، نادية بتقول له let's make lunch، يلا نجهز الغداء يا عمر. I think we have all the food، أعتقد إن إحنا عندنا كل الأكل اللي هنحتاجه. قال لها اه فعلا there is some salad، في سلطة. طب ايه الزير؟ انه حمص، هل يوجد حمص؟ قالت له no there isn't، مفيش حمص. but there not some olives، olives اللي هو الزيتون. طبعا there دي عايزة بعديها يا اما is يا اما are، حسب قاعدة الوحدة الثالثة والوحدة السادسة، لانها اتكررت القاعدة دي، تمام؟ طبيعي ان الزيتون جمع، يبقى هاخد له ايه؟ are، يبقى there are. بعدين بيقول لي there are some peppers، في بعض الفلفل. وراح قال حاجه، قال له good، is there نقط cheese؟ طبعا لما سأل عن الفلفل هنا هنحط كلمه to يعني ايضا، لان عمر بيقول لها في بعض الفلفل ايضا. قالت له كويس، طب هل يوجد نقط جبنه؟ طبعا الجبنه هنا لا تعد، عشان كده اداها از، والجمله على هيئه سؤال، فهستخدم اني، لان اني اللي هي تستخدم فين؟ في السؤال، هل يوجد اي قطع جبنه يعني؟ قالت له، قال لها عمر yes there is I have got it، انا جبتها اهي. فناديه بتقول له بقى ايه؟ طب what about figs، هل في تين؟ are not any figs، طبعا ار ايه؟ ار زير، ما احنا امال بنستخدمها بقى، هل يوجد اي تين؟ هيقول لها يس او نو. المهم جه كمل كلامه وقال لها مفيش، يبقى كده هتبقى ايه؟ نو، لا مفيش، تمام؟ طيب كده كملنا ال5 نقاط بتوع السؤال التاني، وهو سؤال المحادثة، والمحادثة بتبقى مشهورة جدا وجت في كذا محافظة في العام الماضي، علشان بتتكلم عن الطعام، ومارست في نفس الوقت قاعدة زير ار وزير از واني وصم وزير. يجي بقى لسؤال القطعة، بيقول لي اول سؤال، طبعا احنا بنقرأ الاسئلة الاول وبعدين بتحاول تستنتج الاجابات من القطعة. Where did Ali and his father go last week؟ علي وأبوه راحوا فين الأسبوع الماضي؟ أول القطعة هنا بيقول لي علي traveled from Cairo to أسوان، يبقى الجماعة راحوا فين؟ أسوان، يبقى هنكتب الإجابة to أسوان، راحوا أسوان. طيب how long did the journey take to arrive؟ الرحلة استغرقت قد إيه عشان يوصلوا؟ دي بقى بتحتاج تركيز شوية، لأنك ما بتلاقيهاش مباشرة، وغالبا لازم يجي سؤال كده في القطعة ما يكونش مباشر يعني، تمام؟ محتاج طالب ذكي ومحتاج حد يفكر عشان يعرف يوصل للإجابة. طيب لما أجي أحسب أنا بقى، هلاقي إن هما القطر اتحرك الساعة 8، يعني بيقول لي هنا أهو at 8 o'clock القطر بدأ يسيب القاهرة الساعة 8، وجي هنا بقى قال لي إيه؟ وصلنا هناك الساعة 10، يبقى كده خد ساعتين بس. لا طبعا، ده من القاهرة لأسوان مستحيل ساعتين، ولكن هما الساعتين دول زيادة على ال 12 ساعة، لأن هو من 8 مثلا مساء ل 10 صباحا، يبقى الإجابة هتبقى 14 ساعة، يبقى الاتنين دول زيادة عن الإيه؟ ال 12 ساعة، يبقى 14. لو حسبت من 8 ل 12 الاقي 4 ساعات، 4 ساعات، ومن 12 ل 10 يبقى 10 ساعات، 10 و4 يبقى 14 ساعة. طيب what does the underlined كلمة ذم دي تشير إلى إيه؟ اللي هي ملونة. أجيب من القصد اللي تحتها خط، أجيب من أول الجملة بيقول لي إحنا وصلنا هناك الساعة 10،
ولقينا عمه هيز انكل، عمه بقى ايه وزير كان هناك عشان يقابلهم، يبقى عايدة على علي وابوه، لان علي وابوه هم اللي ايه هما اللي سافروا لأسوان. طيب بيقول لي بقى the journey، الرحلة was كذا، الرحلة كانت ايه، سيئة ولا مذهلة ولا كانت ايه؟ طبعا الرحلة كانت wonderful، رائعة، لان هو جابها لي هنا اهو، قال لي كانت wonderful journey. تمام. طيب the arrived in، طبعا الساعة 6:15 وصلوا الأقصر، عشان هو قال لي هنا اهو at quarter past 6، الساعة 6:15 وصلنا فين؟ الأقصر. السياح بقى كانوا عايزين يشوفوا ايه في الأقصر، هندور هنا نلاقي ايه اهو، wanted to see the valley of the kings، وادي الملوك، يبقى عايزين يشوفوا وادي الملوك. هنيجي بعد كده لأسئلة الاختيارات، طبعا متنوعة برضو، وجايبين 20 جملة، دول 10 وفي 10 بعدهم تاني. فبيقول لي can you tell me more about، ممكن تكلمني اكتر عن، عايز يقول لي ايه صفاته او سماته ايه عن شخصيته يعني. فجايب كلمة فيزرز، فيزرز الاولى، وفيزرز التانية اللي هي تدي معنى ريش، فيتشرز الاولى وفيزرز التانية، وزر طقس وليزر جلد، طبعا اكيد عايز ايه فيتشرز اللي هي سماته. He wears his كذا to see better، بيلبس ايه يا ترى علشان يشوف كويس؟ اكيد بيلبس الجلاسز، النظارة بتاعته. طيب البيبي بيرد is very كذا، طبعا اكيد البيبي بيرد ده مش قادر يطير، يبقى اكيد هيبقى ايه weak، weak يعني ضعيف. طيب الطيارة very كذا، بتمشي بسرعة 900 كيلومتر في الساعة، يبقى الطيارة very fast، fast يعني سريعة. طيب ال young people، الشباب بيستخدموا ذا كذا to listen to music، عشان يستمعوا للموسيقى، اكيد بقى ال MP3 موبايل، بيستخدموا ال MP3 بلاير، مشغل الاغاني. طيب today phones، التليفونات بتاعت النهاردة كان نقط good photographs، طبعا كان ايه بقى تيك، تيك تلتقط، تلتقط. تمام. طيب I نقط my mobile once a day when the battery is low، طبعا هنا بقى ايه الموبايل بتاعنا بيقول بعمله ايه لما البطارية بتفضى، طبعا charge يعني بيشحنه لما البطارية بتفضى. طيب بعدين بيقول my uncle's house، بيت عمي is in front of my house، طبعا in front علشان in front of، التركيبة على بعضها. عمر like is sitting نقط to his friend، اكيد next to بجوار، هي الوحيدة اللي تاخد ايه to في الاختيارات اللي تحت. we put paper، احنا حطينا الورق في كذا قبل ما نستخدمها، يبقى في البرينتر، البرينتر اللي هي الطابعة، هكذا. تمام. طيب نيجي للسؤال التالت، السؤال التالت عبارة عن قطعة بست درجات زي ما اتفقنا، ما نحاولش نضيعها من ايدينا لانها بتبقى سهلة وبتحتاج بس طالب بيعرف يقرأ كويس ويترجم بعض الكلمات علشان يخمن. هو انت مش مطلوب منك تترجم كل كلمات القطعة، لكن انت بتخمن الاجزاء اللي انت ما تعرفهاش. تمام. اول سؤال وهو اهم سؤال بيقول لي what is the main idea of this passage، ايه الفكرة الرئيسية للقطعة دي. تمام. انا هحفظ كلمة passage دي اللي هي تدي معنى ايه قطعة. طيب وهعرف بقى بتتكلم عن ايه، طبعا انا لو معرفتش هي بتتكلم عن ايه هدور على اكتر كلمة مكررة عشان هي اللي هتبقى القطعة بتتكلم عنها. طبعا من خلال قراءتنا للقطعة اكتشفنا انها بتتكلم عن الهيلثي فود اند درينك، الطعام والشراب الصحي، بتتكلم عن الطعام والشراب الصحي. السؤال التاني بيقول لي what does the underlined بروناون زيس، كلمة زيس الزرقاء دي عايدة على ايه او تشير الى ايه؟ طبعا انا عشان اعرف زيس دي عايدة على ايه هبدأ اقرأ من هنا، بيقول لي بعض المشروبات فيها a lot of sugar، فيها سكر، واحنا ما ينفعش نشرب هذه المشروبات، ليبقى هذه دي او زيس دي عايدة على مين؟ على المشروبات، يبقى هنقول له sugar drinks، المشروبات السكرية اللي فيها سكر كمان. طيب why do you think we should eat the right things،
لماذا تعتقد أنه يجب علينا أن نأكل الأشياء السليمة أو الأشياء الصحيحة أو الأشياء الكويسة؟ ده بقى من مخك، ليه ناكل الحاجات دي؟ ليه ما ناكلش الحاجات الضارة؟ ليه ناكل الحاجات الكويسة الصحية؟ طبعا to be healthy، عشان أنت تبقى صحي، عشان تحافظ على صحتك، تمام؟ طيب الأسئلة الاختياري بقى بيقول لي المشروبات الغازية كويسة لجسمنا ولا وحشة ولا ضارة؟ طبعا معروفة دي ايه بقى؟ فيزي درينكس ار باد، هي سوري الإجابة هتبقى باد، المربع هنا اتعمل غلط، تمام؟ احنا لو جينا ايه عليها هنا اهو، الفيزي درينكس ار اولويز باد باد باد، تمام؟ يبقى مش هتبقى جود، المربع جه غلط هنا، هو هتبقى على باد، تمام؟ طيب milk is good for our، اللبن هيبقى كويس لإيه؟ معروف اللبن دايما بيبقى على الحاجة اللي فيها عظام، زي مين؟ زي التيس، الأسنان، وهنيجي هنا اهو بيقول لي milk is useful for our teeth، يبقى جبناها منين؟ من القطع. طيب هنا بقى بيقول لي كلمة forget، forget معناها أصلا ينسى، فبيقول لي تعني إن إحنا be able to إيه؟ unable to remember، مش قادرين نفتكر، ولا able to help people for free، ولا قادرين ان احنا نفكر الناس او نساعدها، ولا able to remember قادر انك تفتكر، ولا unable to move an a place تنتقل لمكان؟ طبعا هتبقى الاجابة الاولى اللي هي unable to remember، هتدور عليها في القطع مش هتلاقيها، بس ده من المعنى، كلمة forget بمعنى ينسى، ينسى اللي ينسى ده يبقى مش قادر يفتكر، unable to remember، تمام؟ وكده يبقى الإجابة هتبقى نمبر ايه، تمام؟ اللي هي الأولى دي، تمام؟ الناس مركزة. طيب هتلاقوا برضو تقريبا الخط معمول ايه غلط، لا الخط ده غلط خلاص. طيب نيجي السؤال اللي بعد كده، وهو سؤال الاختيارات، وهو مكون من 10 جمل ب10 درجات زي ما اتفقنا. بيقول لي بقى أول جملة your sister is your parents كذا، طبعا انا لازم ابقى عارف ان مثلا اخويا هو ابن ابويا، وابو ابويا جدي، وابو مامتي جدي، واخو ماما او اخو بابا انكل، واخت ماما او اخت بابا انت، ها؟ طب وولاد ابن عمي اللي هو son of my uncle مثلا يبقى cousin، ابقى عارف الحاجات دي كلها. فهو هنا بيقول لي اختك بقى تبقى ايه لابوك وامك؟ تبقى لهم ايه؟ طبعا تبقى daughter، ابنة، ما هي اختي تبقى بنت ابويا وبنت امي، عشان كده اخد كلمة ايه دوتر. طيب هنا عاوز بقى ابدأ بايه، هل يوجد، ده سؤال انا شايف علامة استفهام في اخر الجملة، فهبدأ بايز زير ولا زير از ولا ار زير ولا زير ار؟ طبعا الجبنة ما بتتعدش، وعشان هي سؤال واخرها علامة استفهام هبدأ بايز زير، ايز زير، هل يوجد اي جبنة في التلاجة؟ طيب which sport نقط أميرة like to do؟ طبعا which sport أي رياضة، أميرة مفرد، المفرد ده بياخد does، علشان احنا عندنا فعل هنا أصلي اللي هو ايه like يحب، فلازم ناخد does علشان أميرة مفرد. you نقط study hard to pass the exam، طبعا هنا should اللي هي يجب عليك، يجب عليك أن تذاكر بجد لكي تجتاز أو تنجح في الامتحان. my new كذا are very expensive، الحاجة بتاعتي دي غالية قوي، طبعا الشوز ولا الشيرت ولا الكار ولا سكيرت، اكيد بيتكلم على ايه، على الشوز. طب ليه بقى الشوز؟ ليه ما خدش التيشيرت؟ ليه ما تكلمش عن الكار او الجيبة؟ طبعا هنا بيتكلم على ار، ضمير جمع، فالجيبة مش هتنفع، والعربية مش هتنفع، والقميص مش هينفع، شوز جمع هي اللي تاخد ار، تمام؟ طيب the pyramids الأهرامات نقط 20 سنة to build، عاوز يقول لي الأهرامات استغرقت يعني 20 سنة عشان تتبني. طبعا الفعل تيك يأتي بمعنى يستغرق، وياخد بعد منه المفعول أو المدة، وبعدين to المصدر، تمام؟ طيب we have 3 lessons، احنا عندنا 3 دروس، نقط بريك في الفسحة، عندنا 3 دروس، اد بريك ولا ان بريك ولا افتر بريك ولا اون بريك؟ طبعا افتر اللي هي بعد الفسحة، ولا هناخد ال3 دروس في الفسحة؟ اكيد هيبقى بعد الفسحة. طيب I need a كذا as my mobile needs charging، طبعا هنا بيقول انا عايز اشحن الموبايل، يبقى محتاج ايه؟ محتاج
تشارجر اللي هي الاولى دي محتاج تشارجر، بس برضو كالعادة العلامة معلش بتتغير، فرقم 8 تبقى الاولى تشارجر، تشارجر يعني شاحن، تمام؟ يبقى الاولى هو ركزوا العامل عليها العلامة الصفراء. طيب نقط is a type of fish، نوع من انواع السمك. نوع من انواع السمك مش هيبقى الزبيب طبعا عشان دي احنا عارفينها، ولا الصوص اللي هو نوع من انواع الصلصة، ولا الحمص، اكيد الايه الكابينتا اللي هي الاكلة الزيمبابوي اللي هي السمك الصغير، تمام؟ طيب here here شعرها isn't straight، مش مستقيم، شعرها مش ناعم، يبقى ايه بقى عكس ناعم؟ ايه كيرلي، كيرلي اللي هو ايه اللي هو مدعك، تمام؟ او مش متساوي زي شعر محمد صلاح كده، تمام؟ طيب نشوف بقى الايه السؤال اللي بعد كده، تمام؟ السؤال اللي بعد كده وهو صحح الخطأ، بيقول لي does علي love paint in his free time، هل علي بيحب يرسم في وقت فراغه؟ طبعا الفعل paint هنا بعد love لازم ياخد ing، يبقى احنا لازم نخليها painting، painting، تمام؟ طيب there isn't some egg in the fridge، طيب طبعا هنا المفروض ان ال egg دي اصلا ماشي تبقى جمع عشان الجملة تبقى صح، عشان اقول there isn't any يعني، تمام؟ طيب بما انها ايج بس بقى، فانا ممكن اقول there isn't an egg in the fridge، مفيش بيضة، هو عايز بس دي تبقى جمع عشان تظبط الجملة، عشان اقول لا يوجد اي بيض فين في التلاجة، يبقى كلمة صم اصلا مش هتنفع في الجملة المثبتة، مش هتنفع في الجملة المثبتة، فأنا محتاج إيه؟ آن طبعا عشان دي بدأ متحرك، أو إني لو إني إكس جمع، خلاص؟ طيب we found Mona bag، طبعا لا Mona's bag، المفروض أحط إس وأحط الأبوستروفي قبلها، قبلها الأبوستروفي هنا تبقى قبل الإس، ماشي؟ they should drinks، لا هنلغي الإس بقى علشان إيه؟ علشان should بتاخد بعدها الفعل في المصدر، فما ينفعش إن إحنا نزود إس لمين؟ للفعل، تمام؟ طيب بالنسبة بقى للسؤال الأخير وهو سؤال الباراجراف، سؤال الباراجراف بيسبب مشكلة كبيرة جدا للطلبة، فاحنا هنساعدكم ان احنا نديكم استنباط جاهزة علشان تكتبوها في سؤال الباراجراف، بس الناس هتعمل ايه؟ الناس هتحاول ان هي تعود ولادها بعد كده ازاي يكتبوا، عشان الاستنباط دي مش هتنفع، هتتعبهم جدا قدام، بس احنا دلوقتي بنحل مشكلة حالية، حالية ونصلحها فيما بعد. فمثلا هكتب اول جملة افتتاحية للموضوع I am over the moon to write in this paragraph او this subject، يعني انا فرحان اوي وسعيد اوي ان انا هكتب في الموضوع ده، تمام؟ كمان جملة ان انا اقول مثلا الموضوع ده is very good، كويس خالص، and useful، وكمان مفيد for everyone in the society، لكل حد في المجتمع. بعدين اقول نقط helps us to be happy and healthy، الحاجة دي بتساعدنا تخلينا سعداء ونحافظ على صحتنا، تمام؟ طيب فرضنا ان انا همسك موضوع مثلا عن رحلة انت عملتها، تمام؟ همسك موضوع اهو مثلا يقول لي اكتب موضوع عن رحلة انت عملتها، هكتب عنه ازاي؟ اولا بقى هقول ايه؟ هقول الحاجة اللي انا الميعاد last week الاسبوع اللي فات، واجيب الفعل في الماضي، انا درست الماضي I went on، هقول الاسبوع اللي فات I went on، اهو تاني I went on a trip، رحت رحلة to Alex، اختار مكان بقى انت رحته، تمام؟ بعدين قول لي we went there by train، احنا رحنا هناك بالايه؟ بالقطار، او اختار اي وسيلة مواصلات، بص بقى تاكسي اور كار عربيتنا عشان نزود مثلا في الكلمات. I went with my family، انا رحت مع الفاميلي بتاعتي. We visited the library، احنا زرنا المكتبة of Alex، يبقى انا امال ايه؟ امال اقول له انا رحت ازاي ورحت مع مين وعملت ايه هناك والتقطت صور ولعبت على الشاطئ وزرت المكتبة ومش عارف عملت ايه،
بعدين قلت له ايه؟ and enjoyed watching a lot of books، واستمتعت بمشاهدة كتب كتيرة، لان انا مش هقدر اقرا، انا رايح اتفسح يوم ولا يومين مش هقعد اقرا فيهم، عشان كده ايه شاهدت بس الايه الكتب القديمة والجديدة. next بعد كده we went to the beach، رحنا البيتش الشاطئ، and spent a good time there، قضينا وقت كويس هناك، we enjoy swimming، واستمتعنا برضو بالايه بالسباحة، on this sea في البحر، and it was a good time، كانت وقت كويس قوي، we stayed in a comfortable hotel، قعدنا في فندق مريح، the food there، بص بجيب كل حاجة حصلت، الطعام هناك كان لذيذ في الاسكندرية يعني، واقدر اقول له استمتعنا باكل السمك، والسمك كان جميل، يعني انا عايز ازود كلمات بقى، and the people were good، والناس كانوا كويسين، وهكذا وهكذا. هسيب لكم رابط تحت الفيديو في كل حاجة عن اولى اعدادي، باراجرافات، اسئلة، امتحانات، اجابات، هتلاقوا كل حاجة انتوا عايزينها، هتلاقوا كمان اجابات كراسة جيم وكراسة المعاصر وكراسة بيت باي بيت لو انتوا عايزينهم، هتلاقوهم كلهم في روابط تحت الفيديو. بالتوفيق للجميع، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو، لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.